اخبار اليوم التقى الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق ريمال توماس قائد قياده العمليات الخاصه المشتركه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشه عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من كبار قاده القوات المسلحه